مشاهدينا الكرام، لاحظوا الآن ضربت ضربة قوية بضربة رأسية وسجلت هدفا رائعا. والآن لاحظوا من جديد كيف يأتي وأنا أضرب ضربة قوية من جديد، لكن لم أنجح. هذه المرة أدخل من جهة اليمنى وسددت، وبلمسة لاعب آخر أنجزت هدفا. والآن أمام الكرة وأضرب لكن لا أستطيع النجاح. والآن من دخل لاعب وأعطاني الكرة وأنا سددت، الحارس رائع، مع السلامة.